السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه رأيك في الكلية؟ ادي يا شباب رأيي في الكلية، يعني بختصر انا لابسة بطرحة تعبير، ادي رأيي في الكلية شباب. والله مش معنى ان انا بشرح، انا عايزة اقول لكم بس حاجة، مش معنى الشرح ان انا فيرتيجو ومفيش مني اتنين وعبقرينو وليلة زمان خالص، على فكرة خالص بقى، يعني وقلت الكلام ده كتير قبل كده، عادية، انا عادية قوي أدي، وده شكلي وده اللي عاملاه فيه الكلية، يعني المناهج زي ما هي صعبة عليك صعبة عليا، زي ما هي غبية معاك هي غبية ليا برضو، كل حاجة امتحانات، واكيد الامتحانات مش فارقة معاك، لا فارقة والله فارقة، يعني ايه واحد امتحاناته ما تفرقش معاك؟ ده انا قاعدة بالقلم رصاص وعمال اجتهد، انا اي نعم بقالي كتير ما مسكتش ورقة وقلم، بس انا كده يعني حتى على شاشة التليفون ماسكة القلم رصاص، مش بتريق ولا عاملة الفيديو بقى ان انا روشة وبهزر. لا خالص الصراحة، ابدا ابدا، لان انا مش روشة اصلا الحقيقة، يعني بس يا جماعة يعني ما بقاش قاعده ودمي محروق والامتحان ولا حد، اكيد مش فارق معاكي بقى، يا بختك يا ما هنا يا ما هناك، تحول ولا لا؟ بجد يا جماعه، في حد ما بيخافش امتحانات؟ يعني بني ادم هرمون الادرينالين بيشتغل في المواقف اللي لازم يشتغل فيها، ودي الامتحانات اللي هي عامله فينا نبذه بسيطه.